بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ود إيمان وندمهتوشي ناتناباتوشي يمن ملكته ورئيس يميهنو شعبان سنانتنا عندن بدعا يهونو نقروتشن بماس ملكتي هنا شعبان ور عندما يتوقع كواراتوش مكاكل أندور نو يشعبان ور بماس ملكت يمتو فضائلوش اللو عندنا سرا ودى الله ودى الله كف ميدرق بات ريبورت ميكرب بات كزينو. أسامة بن زيد في الحديث الذي حسنه الألباني من إلال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. شعبان ورني صوم عندما يصوموا تهلو ليلة ورسي صوموا عليه على تملكت كوتم يا رسول الله عليه هاتشهم السالات. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يا شعبان ورمالت سويت يميزنا قبة ورنو كرجبنا رمضان ما هل يميجن ورنو سويت بزوك زيزنا قتالي رسوتال. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سراوت ودى علمات قيتا ودى الله سبحانه وتعالى يميار رقبت يميو طبت ريبورت مدر رقبت ورنالو. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم نيس ومن يهني سرايي ودى الله اندي كربنا اندي وتعفل لقاله نيالو. ليلو يافا يا رمضان يعني شعبان ور ليو ميادرقو من دنو نبيه عليه الصلاة والسلام بزوك زيت أمبت نبرنو. إمام البخاري بزقبت حديث لي أنها تاتشن عائشة رضي الله عنها من تلالج لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. نبي عليه الصلاة والسلام كشعبان وري بلت أم يصوم بتور على نبرم كرمضان وجي مالتنا فإنه كان يصوم شعبان كله دو شعبان مولون يصوم على مالت الشارع الثلالة كلهم دفنوا يصوم على مالت سايهون كليلو تحديثوا تم قاسنا نتأثروا يهي الناتجنا عشان يقر أبزان يون مصومات شون يمياس هيو مالتنا قريه شعبان ور ليتو مصوم كهنا نبياتن صلى الله عليه وسلم يصوموت سنة نبرة مصوم يتشارع لو لم نبينه رومان دسو نقرقن يا رمضان بكر بقزي هلت الناس وسط كان سيكارو نبي عليه الصلاة والسلام دالوت لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين أو كما قال عليه الصلاة والسلام عندك كان ويوم لك كان سيكارو كان ما مصوم يتكلك لنا ميهونه لم يلي لو صوم عالتنا لقر جنسا يونها موس ما صوم يلما دسو رمضان عندك كان ميهون ولد كان سيكارو سنو يمها موس كقدمو بيصوم شقري لهم. طيب الحكمة من صيام شهر شعبان، شعبان مصوم لمن الناس فلكه. ابن رجب عليه رحمة الله من الهلال صيامه كالتمرين على صيام رمضان. شعبان ور مصوم لك رمضان اللي مصوم من لما مجانم يهونوان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة. لك رمضان صوم بميمة أبت قزيه صوم يوسي صوم بتنكثنا دنقتن ياهونو بتن لا يكبدون لا يتشقرنو بل قد تمرن على الصيام لكونس صوم تلمام دون يقباونا اي تشقر معتادة. ووجد بصيام شعبان قلبه حلاوة الصيام والصلاة ولذته حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط كدمو يا صومن طفتناك امسوال سلزيه رمضان سيقبع بنقعت بنشاطا باركاتا مقباتنا مقبل الشلالان. لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن سلزيه شعبان كرمضان بفيت يميمة آمن دردر يا ورسله هنا صوم مشروع نبتا القرآن المقرات كسلفوت عند تقنيون سلفوت من يدرق نبرا قدمتوتو سلم ابن كهيل مبال من يارق كان يقال شهر شعبان شهر القراء مبال نبنلال رمضان يا عفوا يا شعبان ور يا عمب قرآن يانبو سوت ورنو تبري مبال نبرنا. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء يه قرآن مكارو سوت ورنو بلويل نبرنا. عمرو بن قيس الملائم بتمساساي ملكو يعني شعبان سيقباسو كوني زقاننا كتش ولو قرآن يكارع نبرنا قليه النزيه ناتشو كشعبان قيتيازو مرتنا قروج كذابة الرفقين
شعبان أسرام مستنيون كان ليتو ليت على صوم مصوم ويم ليت على عبادة مدرك ليل من قوم ويم ليت على دقس ما زجاجت سنة للنم كنبي يومهون صلى الله عليه وسلم كبال دربو تشاتشو كقدم توتشو مرتتو لدوتشي تقنية من قرية اللم عندان دي متو حديثو تشالو النزي حديثو تشدكا مانا تشوت أنكرا أيضا اللم سلزه علماوش ما ميت أيكو كذي ابن باز رحمه الله نم السالمين إلى اللو الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم يا شعبان ناصر مستنيون كان بصوم ميهون لليتون بمقوم بصلاة ميهون ليتبال عبادة ما صلفونا ما كبروا يه يتوجز فترانو بزوج علموج زند وليس له أصل في الشرع المطهر شريعة وسط من ما ينتمسرت يلهم بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم كصحابة وش جزيب على يتفتر أديس يمت أنا قرنا ولا له قليه برقت عن يمتع حديث ألا هي حديثا بتملكتها علماء وش ياسكمتوت من دنو ألباني حسن نوبيلة من قوان قن تنكر على اللم يميلونه عندما صرت جادر قوم يتكمت فتراون لما درق بزوصوت إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها يمي الحديث نو يتكسوا علي بن البمانت هي حديث وشتنا تككلن يا حديث أهل اللم نبي عليه الصلاة والسلام على تناقروا تمالتنا ليلة من الذي يتكسوا نقروا تشالوا النزام تككلن يا إلى اللم عند فترى مدرقوا نقروا شمكاكل صلاة البراءة ميلت نقر الله متو ركعة شعبان أسرى مستنيو مشت لي مسجد يهم بيدعانو ويم سدست ركعة مسجد بلاء اللمانسات أدمين لماسر الزم كسو لما بكعكات سيبال مسجد مرتنا يميبالو ما بابال من المينات مصر الجاي اللهم اندزيهم دمو ياسين مقرات يا ذا المني يا اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يميلهم دعاء مرتن يميلهم أبابال من ما ينت مسألتنا ما سرجا يلهم ندزيهم عندنو ليلة القدر على بزي كاللاي بلو عسبال يهي قلس يخونا ستتنو شيخ القشيري رحمه الله وهو باطل باتفاق المحققين من المحدثين لأنه بعلماء وجه يقار اسم من منت يه أقام ودك أنت هنا يترققت أنا ولله ممكن أتم الله سبحانه وتعالى ليلة القدر رمضان وروست أنت هنا بجلس تناقران نيه بدعه بزيرة ملكو يتفت ربات شو أقعد أمي وش بأرات متهو ثمانية أرات أمة هجرانو زقيتو كصحابه وش جزيبه لا يمتع نجرنو يهباط لنا لن التنكق قبل ديناتشن يتمسرتو الله عز وجل بمفرات لاي بجلس هنا ما سرد على ينجي بسويتش ترو نو متفونو باينت لاي ويم يقل لاستايت لاي يتمسرت على اللمنا ديناتشن متبقين ربنا هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.